وجهت الأميرة حياة أرسلان عبر طاولة حوار المجتمع المدني نداء إلى جميع الفرقاء بضرورة اعتماد قانون انتخاب يجدد الطبقة السياسية. نحن اليوم عشية اجتماع اللجنة البرلمانية الفرعية، نحن عم نخاطب هاللجنة وعم نخاطب كل المسؤولين وكل السياسيين لنقول لهم نحن بدنا قانون انتخابي عادل يمثل كل شرائح المجتمع. ما بقى نقدر نقبل نسلم قيادتنا لمين وصلنا إلى الهاوية